سنتعرف اليوم على الطريقة الثالثة لبرمجة هذا الروبوت من خلال برنامج إيد سكراتش. يتم الدخول إلى هذا البرنامج من خلال موقع إلكتروني eedscratchapp.com كما هو واضح أمامكم. يتكون البرنامج من قائمة منيو نيو يتم من خلالها إنشاء مشروع جديد، لود ديمو يتم من خلالها تحميل مشروع محمل مسبقا على البرنامج، لود فروم كمبيوتر يتم من خلالها تحميل المشروع من جهاز الحاسوب، سيف يتم من خلالها حفظ المشروع، بروجرام إديسون يتم من خلالها تحميل المشروع. سنجد أن البرنامج يتكون من مجموعة من اللبنات، هذه اللبنات يتم سحبها إلى منطقة العمل كما هو واضح أمامكم، ويتم إفلاتها في المكان المخصص، ويتم التعامل مع هذا البرنامج بشكل رأسي كما هو واضح أمامكم. القائمة، للتعرف على القائمة اليسرى سنجد أن درايف هي قائمة يتم من خلالها التحكم بحركة المحرك، ليد قائمة تستخدم للتحكم بتشغيل الليد أو إرسال رسائل الاي ار، ساوند قائمة تستخدم لإصدار الأصوات والنغمات، داتا قائمة تستخدم لإنشاء متغير والتحكم به، ايفنت قائمة تستخدم لتنفيذ الأوامر عند وقوع الحدث المرتبط بمجس معين، كنترول وهي قائمة تستخدم لتكرار الأوامر البرمجية أو تنفيذ الأوامر وفق شرط معين، سينسينج وهي قائمة تستخدم لتحديد المجس المراد استخدامه والتحكم فيها، أوبريتور قائمة تستشمل العمليات الرياضية الأساسية والعمليات المنطقية التي يتم استخدامها مع المتغيرات، كوماند قائمة تستخدم لكتابة الملاحظات. في الأسفل سنجد أن هنالك منطقة مخصصة للأخطاء، وهناك نوعان: خطأ باللون الأحمر ويعتبر خطأ برمجي لا يمكن تجاوزه كما في الشكل التالي. وخطأ من نوع ثاني باللون الأصفر خطأ تحذيري يمكن تجاوزه كما هو واضح أمامكم.